لأني روح أدرك أني سأبقى ألون حلمي تملي، فإني اخترت الصمت رحيلا إلى عشق من لا يرحل عنه. أناديك امضي كمن لا يشاء، كمن لا يقول، كمن لا يعني. أنت القريب كروحي لجسمي، فكيف أكونك إن لم تكني؟ وأنت البعيد كريح بوادي، وتدرك لو شئت رغم ابتعادي. شفقة، هيك انت رأيك؟ لا، هذا مو حكي، هذا اسمه جنان. يعني انت بدك تتجوزني لانه بتحبني؟ طبعا، ومن قبل ما اعرفك، من اول رسالة بعثتي لي اياها، انت اول وحدة بحياتي بتخليني هيك متوتر ومجنون طول الوقت. هاي
عياش انا ما فيني على هذا الحكي. هذا مو حكي، هذا حقيقة واضحة. وبأول زيارة لعند عاصي رح أطلبك منه رسمي، ورح تجي وتعيشي معي هون. ألو ألو سناء، ما بدك تحكي؟ طيب أنا بحبك، وأنتي بحبك. لما توفى أبوك أنا تجوزت أمك وسكنتكم بهذا البيت وضليت عم بصرف عليكم، وأمك وقت اللي انقتلت ما قدرت توفي لي حق هذا البيت. مشان هيك من اليوم ورايح بدك تتدربي وتتدربي منيح لحتى تاخدي محل أمك بالكبرى. شو خايف بابا؟ الحبلة وفكيناها، ما في شي بيخوف. يمكن أنا جبان. لا ما عندك جبان. وعم أبو راكب ما هيك قال لي عنك. مين هذا أبو راكب؟ منيح اللي سألتني. كل ما بدي أحكي لك عنه بيصير شي بيخليني أنسى أحكي. عم أبو راكب هو ضابط بالأمن الجنائي، وهو اللي عم يساعدني بحلقة البحث. وطلع بيعرفك، وحكى لي عنك كثير. طيب وشو حكى لك عني؟ حكى لي انه انت قوي كثير، وحكى لي انه اللي تحملته ما في حدا بالدنيا بيقدر يتحمله. ابو راكا ايوه ابو راكا هلا وقتو. وقت شو بابا؟ ها؟ لا لا ما في شيء بابا، ما في شيء، ما في شيء. أهلين أهلين عياش، كيفك هلا؟ منيحة منيحة. حذري شو؟ أنا رايح أشوف المحامي هلا مشان يأمن لنا إذن لحتى نشوف عاصي. الله يخلي يخلي لي إياك، والله ناطف قلبي عليه. قد ايه صار لنا ما شفناه. سلامة قلبك، هلا بنشوف المحامي وبنحل كل شيء. روح الله معك. بخاطرك. مع السلامة. رح تفوتي؟ يلا. ميادة صار لازم تعرفي كل شيء. بس
صار لازم احكي لك كل شيء. في شيء انا ما بعرفه؟ في شيء جواتي عم يعذبني، خانقني يا ميادة، وخايف اذا حكيت لك اياه تتركيني وتبعدي عني. انا ما في شيء بالدنيا بيبعدني عنك، بس انا خايف اخسرك. ما راح تخسرني. كيف حاسه هلا يا امي؟ حاسه حالي لسه تعبانه. انا عم بدفع ثمن اللي عملته طول عمري. سامحني يا بنتي، سامحني. امي ليش هيك عم تحكي؟ بعدين انت شو دخلك بكل شيء صار؟ بلا هي عقوبه، ضليت راكده ورا هالشغلات هي لحتى انضريت فيكي. صدقيني هلا خلص ما عاد اشتغل هالشغله لو شو ما صار، ما عاد استقبل اي زبون او زبون لو قد ما دفعوا لي. لحتى ترتاحي رح ننتقل من هذا البيت، هيك بيكون احسن. ولوين بدك تروحي؟ منروح لبيت خالك القديم انا وياكي، هنيك ما حدا بيعرفنا ولا نحن بنعرف حدا، ومنه بتغيري جو بركي بتطلعي من هالحاله، هيك قالوا الدكاترة. يا أمي أنا تعبانة، تعبانة كتير. سألت كتير دكاترة وكلهم قالوا لي ما فيك شيء، بس الصدمة اللي صارت معك مأثرة على نفسيتك. خلينا نطلع معها من هالبيت، بركي بتغيري جو وبتنسي اللي عمله، بيهدى بالك شوي. أنا كنت حاسة إني ابن حرام. يا ريتني متت ولا عرفت باللي عمله. بس لو خليتيني يشتكي عليه كانوا دوروا عليه ولقوه. هي صار لك شهرين على هالحالة وما بين لكن ليش لا يبين؟ سرق مصاري وذهب بكفوه لسنين لقدام. خلص أمي مشان الله لا بقى تجيبي سيرته قدامي. انسي انسي ونسيني يا معك حق. خلص جهزي حالك وخلينا نطلع فورا. شو القصة؟ لا بعرفها ولا بتعرفني. لا عم ليش عم فكر فيها؟ طيب بركي مو مناسبة إلي، بركي ما قدرنا نكون مع بعض. أنا ليش عم أجل الموضوع؟ أحسن شيء دق الحديد وهو حامي. صار وقت الدواء. وصال، شو أخبار زوجك؟ منيح، طول ما المصاري عم تصل لعنده فهو أكيد منيح. بعطيه اللي بده إياه بس يتركي. أنا مالي شوال بطاطا،
ولا صدقا من اللي تدفع عليهم مصاري مشان تقدر انك تتملكهم. لا لا لا، انا انسانه مثلي مثلك. لا وسام، انت فهمتيني غلط. انا بحبك. هي هي كل الحقيقة. أنا خلصت كلامي. ما عم صدق اللي عم اسمعه. عن جد طارق ما عم صدق. معك حق، لأنه فعلا هذا الشيء ما بيتصدق. يعني هي العيلة ما أنا عيلتك الحقيقية؟ لا، تخيلي ميادة أنه هدول الناس بكل بساطة هن مو عيلتي الحقيقية. أنت متأكد من هذا الحكي؟ يعني أنت برأيك هذا الحكي فيه مزح؟ طالما بتعرف معلومات عن أبوك ليه ما حاولت تسأل عنه؟ خاصة حسب شغلك يعني كثير سهل تعرف كل شيء بدك إياه. كلامك صح، بس أنا خفت. خفت كثير. من شو خفت؟ خفت من الناس، خفت من المواجهة، خفت من الحقيقة، خفت منك، خفت إنك تتركيني، خفت من كل شيء. لا يا طارق، أنا لما حبيتك ما حبيتك مشان عيلتك ولا حبيتك مشان شغلك، حبيتك مشانك لأنك طارق. حبيتك لأنك شاب مهذب وطموح. حسيت إنه أنت الشخص اللي ممكن أنا أكمل حياتي معه بدون ما أخاف. عن جد عم تحكي ميادة؟ إيه عن جد عم أحكي. بس أنت لازم تسأل عن عيلتك. وأنا هادي رح أعمله. لازم أعرف كيف بدي واجههم بالحقيقة. ما بعرف إذا رح أقدر. رح تقدر. ميادة عن جد شكرا. يا الله قديش كنت ناطرة حتى أسمع هاي الكلمة. أخيرا سمعتها، بس ما سمعتها من جوزي. الله يلعنك يا منصور، الله يلعنك. سمعتها من واحد شافني مثل ما أنا، شاف كل شي حلو جواتي. بس أنا ما فيني. يا ربي دخيلك شو عامل يا الله. ماما؟ ماما؟ ايه حبيبتي انا هون. مرحبا. اهلي ماما، كيفك اليوم؟ الحمد لله. طمنيني بابا كيف صار؟ اليوم صارت شغلي كتير منيح. خير؟ فاق الصبح وفات على الحمام لحاله وما نادالي، وطلع وحتى اخذ كتاب وقعد يقرا فيه. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. ماما انا بدي اتغدى وبدي اطلع على المعلم فريد، جاني اتاخر بالشغل اليوم. اوكي رح اشوف بابا شوي. ماشي. ماما بدي احاكيكي بموضوع ضروري. طالما الموضوع ضروري معناها شيء بخص طارق. لك انا ليه بحبك؟ لانك بتفهميني عالطاير. أناديك امضي كمن لا يشاء، كمن لا يقول، كمن لا يعني. وعنك الرحيل ودربي إليك، فكيف أكونك إن لم تكني. لازم جيب البنت. بس وين؟ Right.
وأنت القريب كروحي لجسمي، وأنت البعيد كريح بوادي. أسير أسير ولا أدركك، وتدرك لو شئت رغم ابتعادي. اللي صار إنه طارق حكالي شي كتير بيوجع ماما، وأنا لازم أحطك بالصورة. خير، شو اللي صاير؟ بس اللي رح أحكي لك ما رح يغير شي. ها احكي، خوفتيني. شو في؟ طارق الناس اللي عايش عندهم ما طلعوا أهله الحقيقيين. شو؟ ايه ماما، أنا ما كنت بعرف يوم لحد عرفت. هو حكالي إنه ما بيعرف مين أهله، وطنط غادة هي مانا أمه الحقيقية، حكالي إنه هي بس مربيته، وهو كتير متأثر بهذا الموضوع. لك انت شو عم تحكي؟ شو هالموضوع هاد؟ شبكي ماما، ليه هيك انفعلتي؟ لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لهالدرجة أثر الموضوع عليك؟ لا يعني نحن شو بدنا بهالقصص؟ اسمعي مني وبعدي عنه. ماما شو هي بعد عنه؟ لا أنا ما فيني بعد عنه. بعدين هذا مو ذنبه، هذا الشيء اللي صار مو بإيده. بعدين أنا ما بيهمني إنه هو ما إنه يتيم، أنا بيهمني إنه أنا بحبه لطارق، وهذا الشيء كله ما بيهمني. أنا بيهمني هو كشخص وكيف متربي وبس. بس نحن بيهمنا، وبيهمنا كتير كمان. ما كنت توقعتك تحكي هيك أبدا. لكن شو كنتي متوقعة مني؟ شو بدك ياني أحكي؟ ماما خلص، ما بدي أسمع شيء. ليش حكي؟ ما بدي أسمع شيء، عم بقلك روحي من وشي. يلا قولي على هالقصة. ليش يا ربي دخيلك؟ ليش؟ عفواً عفواً يا أخ. خير؟ الله يخليك. بيت محمود وين؟ مين محمود؟ محمود اللي مات من فترة وكان مريض. عرفته، عرفته، من هون على اليمين. طيب يسلم. خير يا أخ، مين حضرتك؟ عفواً، مو أنت يسرى أخته لمحمود الله يرحمه؟ مزبوط، شو في؟ أنا أنت شو؟ شو بدك؟ أنا مسلم. سلم؟ إيه مسلم، يلي حكيت لك عني أخته العاصي. مؤيد خلص، روح انت، تصبح على خير. تصبح على خير، مع السلامة. بوصينا شي معلم؟ لا ابدا، بقي حدا من الموظفين؟ ضل انسى مياده، دخلت على الحمام. مع السلامة، تصبح على خير.
وقفت قدامه وتبلكمت، ما عرفت شو اتصرف. لك فاجئني كثير. ايه طلع فيي وقال لي انه انا بدي اتجوزك، فكري بالموضوع وراح. ما عرفت شو صلي، سكرت الباب وصرت اضحك اضحك، حسيته مجنون. دقيقه بس شوي، بعد عني انا شرب بلاكلا. هذا الشيء اللي انت عم بتقوليه شيء كثير 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 حلو، مثل ما صار بيني وبين عياش. يعني اللي عمله صح؟ ايه ليكي، هو لو ما بده ياكي ما كان اجا، والزلمه كثير منيح. اصحك تفرطي فيه، اصحك. هو بيني وبينك انا كثير حبيت اللي عمله، يعني شيء بحياتي ما كنت متخيله انه ممكن يصير معي. معناها خلص لازم انا وعياش نجمعكم مع بعض، بس مو هلا، يعني يعطيني شويه وقت خليني افكر بالموضوع، ما بدي اقول له لا دغري واصدمه، خليني اخذ وقتي. معناها ليكي انت فكري من هون ليوم، روح انا لعند عاصي وزوره بالسجن، بس ارجع باخذ رايك. ليش سمحوا لكم بالزياره؟ أول ما قالت لي سناء على القصة ضايقت كتير، بس بعدين فكرت قلت ليش لا، ما علي شي، خليه يواجه القصة لحاله. أنت ليش تضايقت؟ أنا قلت لك إنه هي عايشة لحالها، يعني ما بصير تدق عليها الباب. بس انسى اللي عملته كتير منيح. وهي شو قالت؟ لا تخاف، رح نجمعكم وتقعدوا تحكوا سوا، بس بدك تستنى علي شوي لحتى اطلب سناء من عاصي، بعدين بتصير الامور كلها اسهل. الله يتمم لكم على خير. بس ليش ما بدأ كان يروح معكم يشوف عاصي؟ انا ما بدي اياك تروح، هن ما سمحوا بالزياره غير لاخته ولالي انا. بس خلص الايام جايه منروح سوا بعدين. ما رح تسقينا قهوه؟ بلا اكيد. عاصي العفيفي زيارة. اشتقت لك يا أخي، اشتقت لك يا ضوء عيوني أنت. وأنا كمان اشتقت لك. طمني عنك، عن أحوالك. الحمد لله بنشكر الله. عياش تعال هون قرب، أنا بغريب أنت. طمني عنك. خلص وزني. والله ما بعرف يا صاحبي شو بدي أقول لك. حابب أعمل لك شيء بس مو طالع بإيدي. ما بدي غير سلامتك. دير بالك على حالك. وفي موضوع تاني. سناء تركينا لحالنا شوي. روحي اختي روحي. خير عيال؟ شوفي انا طالب ايد اختك سناء، انت بتعرف عاصي وحياه العشره وحياه اللي بيننا. سناء رح تكون جوات عيوني. بتعرف انك غالي، معزتك كبيره بقلبي. بس هذا الموضوع بدنا نحكي مع اختي اول، اذا وافقت انا ما عندي مشكله، وين رح الاقي واحد احسن منها؟ اكيد وجب نسالها. مبسوطة دناك؟ أنا مو عاطي فرحتي لحدا، ما صدقت إمتى رجعت لنا مثل الأول.
خليتني انسى كل التعب اللي تعبته معك. ما بعرف شو اللي صار معي بس لساتني لهلا خايف. حابب اطلع من هذا الخوف وما عاد فكر فيك. لا تخاف، انت طلعت منه خلاص، وشوي شوي رح تتحسن اكثر واكثر صدقني. بتعرفي دلال، حابب اطلع على الشارع اتمشى بين الناس اتنفس شوي هواء وارجع. ايه ليش لا؟ بس شو رايك تستنى شوي تاني؟ بكون هيك وضعك استقر وبعدين روح وين ما بدك، اعمل اللي بدك اياه. طيب وين ميادة؟ ميادة بالجامعة. يا حسرتي عليها، بعد ما تركت الشغل مشغول بالها كثير، عم بتدور على شغل تاني. وليش تركت الشغل؟ صاير معها شيء؟ لا مو صاير معها شيء، صاحب الشغل بده يسكر. دلال اسمعي، وحياتك وحياة ميادة لأرجع واشتغل وأعوضكم عن كل اللي راح. الله يكثر خيركم ويسلم عليكم. شوف يا أخي، هي المخلوقة صارت مرتك على سنة الله ورسوله وحلالك وفهمك كفاية، ضل عليك تنزل على المحكمة تثبت زواجك مشان حقها عليك ومشان الأولاد. إن شاء الله. وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. الله يبارك فيكم. إن شاء الله. عبال عندك إن شاء الله. عبال عند أولادكم. الله معكم. ألف مبروك. أنا آسف إني ما عرفت قيمتك قبل، مفروض كان أعرفك من زمان من زمان كتير. ما 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 تقول هيك، كل شيء بوقته حلو. حياتك وحياتها عيونك الحلوين، لحتى أشتغل ليل نهار بس مشان أسعدك. أنا ما بدي شيء، أنا بدي تكون أنت إلي ومعي جنبي. أنت الأمان اللي أنا بحلم فيه طول عمري. أنا بدي حطك جوات قلبي، جوات عيوني، بسكر عليك. هي 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 اللحظة، هي اللحظة، أحلى لحظة بعمري وبحياتي كلها. أنا بالعادة ما بعرف بحكي هيك حكي، وفي هيك شغلات جواتي حابب أقول لك إياها بس ما عم بعرف. بس بعرف شغلة واحدة، إني بحبك، بحبك كتير كتير كتير. أمي هون بدنا نعيش؟ أي هون لبين ما تطيبي ولبين ما ينسوني العالم. أمي ليش هيك عم تحكي؟
على طول كنت فكر إنه أول على آخر رح أتجازف. كل شي عملته معها طلع فيكي أذى وضرر. سامحيني بنتي. خلص أمي خلص، قافل زملاء الحكي. بوعدك ما عاد افتح السيرة، وإنتي تسطحي وارتاحي، خدي دواكي، بظرف ساعة زمان تشوفي البيت كيف بصير. طيب خليني ساعدك شوي. لا، مثل ما قلت لك اعملي، وأنا اللي رح ساوي كل شي. حاسة حالي بالمنفى أمي، حتى جيران ما في حوالينا. طيب بلكي احتجنا شي؟ لا تهكليها، ما رح نحتاج لأي شي. أنا أصلاً ما بدي أتعاطى مع حدا. أمي أنتي حاسة إنه ناصر رح يرجع؟ خلص ناصر ما بقى يرجع، طالعي من راسك. ما بكفي اللي عملوا فيني وفيكي، ما بكفي إنه سرق تعب وشقى السنين كلها وخلانا على الحديدة. طالعي من راسك. وحياتك ما بقى شي بسيرته، بس وعديني إنه أنتي ما تشتكي علي، لا تخبري الشرطة عنه. ماشي، أشوف شو آخرتها معك. أهلين عمي مسلم. بالمهلي بالمهلي عمي عياش. تقبشي قلبي شو 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 حليانة وهيك هيك رادة معويتك لوشك. كيفك أنسة يسرى؟ منيحة. فكرتي باللي قلت لك يا ما؟ ايه. ايه وشو طلع؟ طلع معي انه انه شو؟ عياش خلينا نتركهم شوي. ايه يلا بالاذن. سلم انت شاب كتير منيح، مبين عليك ابن عالم وناس. بصراحه ما في سبب يمنعني اني ارتبط فيك. يعني اخذتي قرارك ووافقتي؟ شوف لازم نعرف بعض اكثر، لازم أعرف ليش أنت متسرع بموضوع الارتباط، ولازم نتفق على شغلات مشان بعدين. يسرى أنت شو عم تحكي؟ ما عم أفهم عليكي. سلام، إحنا ما لازم نتخبى وراء أصبعتنا. يعني أنت بتعرف إنه أنا أكبر منك بكم سنة، وما بدي هذا الشيء مع الأيام تخجل فيه أو تعيرني. مستحيل أعمل هيك شيء. أنت الوحيدة اللي حسيت برجولتي معها وعرفت معنى الحب معها، ما راح أتخلى عنك. يسرى في جواتي حكي كتير لإلك، ما راح أخبي عنك شي، وراح أقلك على كل شاردة وواردة. بس بدي منك شغلة واحدة، إنك تفهميني وتستوعبيني. أنا هاد اللي بدي إياه بالضبط، يعني بدي نعرف بعض أكثر، بدي نفهم بعض بكل شيء وما نخبي عن بعض شيء أبدا. يعني بس القصة بدها شوية وقت لنكون متفاهمين وأكثر. وأنا معك بهذا الشيء، بس بدي تعرفي أنه أنا حابب أكون مسؤول عنك وما أتركك أبدا. شو رأيك نلبس المحابس؟ طيب الخميس الجاي.